شاركوا شاركوا سيري منها منها دابا يا دابا هي حاطه بلا ما كانك حزنت بيسي حاطه باش نقطع فيه هي كدي ديالي وانت تجيبي ويدي يدي كتجيب انا كندي على حياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابدا متجمعتوا بجوج كان شي وصفه خطيره هذه على قد الحياه وصفه على قد الحياه كيف اشوف قاه غندير الوصفه ديالها قديمه ولا بغيت ندير واحد هي بغات ندير عصر ديال زمان قديم وحتى انا بغيت ندير عصر ديال يعني في نفس النهار لقيتو نفس الفكره قلت لها نجمعوهم علاش نجمعوهم لا صافي نجمعوهم نيت هي مده ديال العصر كتكون قصيره قصيره ومع السيف ديال الجوا داكشي دابا قال لك العصر كما كان نوعو ايا كان الا كان بارد وانت عطشانه عجوا شربي كتبقاي كتفكري في لوغو كيعجبك العصائر الحاجه شكون ما كيعجبش العصير النجوى كما كان خصوصا ملي كتجي من الحمام لا خلاص الحاجه شنو سميت العصير داكشي اللي كان الحاجه العصير الحامض انا عندي عصير الحامض زوين رائع باش الحامض والحليب الحامض والحليب وماما انا عندي يطرد الحليب وواحد 150 غرام ديال اللوز ديال اللوز غادي نفسخو ونديرو حتى انا نوريك وشويه ديال السكر وشويه ديال المسكه الحره وشويه ديال شاشيه الزهر شحال هذه كنا كنديروا الماء زهر ملي كنت كنقطع الزهر خطير اللوز تقريبا واحد 100 غرام حتى 150 غرام ديال اللوز المسكه الحره والاخرى اللي حداه مسك الحو هذا الشاشيه الزهر شحال هذه كنت كندير كنا كنديروا واحد جوج معالق ديال الزهر مقطر ايوا دابا ما بقينا كنقطروا داكشي اللي كان يطرد الحليب يطرد الحليب دابا انا غادي ندي هذا نفسخو نفسخو نسلقو نفسخو نطحنو نجيبو الكعكدة واخا الحاجه عطينا العبر دابا اش غندير دابا غنقطع الحامض الحويمضات ثلاثه هما ثلاثه الحامضات لا عطينا كميه ديال الحليب بعدا نسيطرو نسيطرو الحليب لا باقي عندنا صفر الحليب وعندنا ثلاثه الحامضات ها هما هاي الثلاثه نقيتها صافي هادشي اللي كان صافي هادشي اللي فيه وبالنسبه للحلاوه اللي بغى يدير السنيده يديرها اللي بغى يدير العسل يديرو انا كندير السنيده كيجي زوين نحط الاخر كيغير شويه المذاق هانتي انا جوج شي تحيدي منه دوك العظيمات تحيدي القشور انت هاد الحوامضه زوينه فيها كاع العظام شوفي فيها وحيده ياه الاخرين علاش خليتيهم بقشرهم انا غنقيهم انا تنقيهم حتى هما انا غنقيهم صحابني واش بغيتي تاخذي القشور ولا شي حاجه هو ما كرهناش نحيدو القشور مع الوقت قالت لي الحاجه غنقيهم ايوا صافي ومن خليك تنقي ونرجعوا ليهم يلاه واخا الحاجه نسيت نجوا هما ثلاثه الحوامض تاع نجوا هما قطعتهم شوفي ها نسيتي حيت ليهم هاد القشيرات اللي باينين كاين بعض الحامض اللي فيه بحال هاد القشور وكاين اللي ما فيهش شتي نخليو غير اللب ونحيدو العظومه باش ما نقولش لك انا نجوا شنو بيتي ريحه ليجيست اه غزال ماشي هذا زوين لا كان دارك راسك اها وكتمشي على المجيمر دايره قطيبات شهيتيهم ولا شي لوحيهم راسك راه ما يضركش ها هاد القشور هادو ليهم خاص باسكو تعطينا باسكو تعطينا البصله تعطينا شي وصفه بحال هكا فيهم اللي فاده ديري في المجمر والقشور في الحامض الراس عمرو يضرك ملي تكوني بحق طيبي شكرا لك تعطينا معلومات غزالين هنشوف يعني مزينات الله الله على ريحه غزال يلا بسم الله قلنا سيطرة الحليب ثلاثة الحامضات ثلاثة الحامضات نقطعين نفس الطريقة صوبتي ماما اللوز؟ اه صوبت اللوز العقدة؟ سنيدة اه عقدة درت عقدة حاجة سهلة شوفي السنيدة على حساب الذوق شحال ما بغيتي راه الحامض كيبغي السنيدة كيبغي الحلاوة المهم انا غندير جوج معيقات بومبي وكل واحد اشنو يبغي بسم الله بارك علينا يلا ونطحنوا عصير ساهل ماهل طحنيه وشربي في الحين راه ما كيبغيش يبقى الا كان عندك الناس ولا كانت عندك شي كيكه وتقدميه معاك يجي معاك كيك فن وغزال ديك الساعه طحنيه ديريه في الحليب وتخليه راه ما يخسرش وملي تكوني باغا تقدميه عاد طحنيه كبي في كيسه نعطي للناس نعطي لوليداتك ليه تحنا مصوبين كيكه جد وليش شوفوا واش طحن لقيت فيه دايره كاين طحن هو داك الليمونينيكس كطير صافي
الا كان كيطحن الكاس راه بلا ما تحتاجي بلا شي حاجه. الا ما كانش كتحل الكاس كنديروا غير شويه الحليب في الاول حتى كيطحن مزيان عاد كنزيدوا الكميه الاخرى. الا كانت مويناكس مزيانه راه كتسجل. راه الكاس الحاجه واش بغيتي ديري في الكاس؟ غادي غير كاس نشوفو بعدا ديري في القرعه بعدا حتى تقدميه ديري في القرعه قبلينا بغا تذوق لا ديري في القرعه حتى نعسل وعاود نقدمو نديرو في الكاس. شوفي نجمه شوفي شتي بقى فيها القرعه الطريفات شتي لا هو هذيك الحجه شوفي كيجي بحال اللوز بحال طحنتي اللوز اللي غدير الحجه دابا شوف الحجه فاش كيفكرك هذا العصير زمان مازال والله شي غزاله نجم والله تكلموت انا على هذا العصير والله حتى زوين علاش كاين يديروه وردوا عليا خبر عاد ما تخليوش هذا العصير لا ما يخليوش كيما طحني كيما حتى في الكيسان وشربي حاجه هذا العصير اللي بغات تحيد الكراش اللي بغات بحال باكلها شي واحد شي حاجه زوين واحد المذاق ما نقولش لا ولكن بالله الحامض ماشي الحليب الحمد لا الحمد بوحده هو اللي هو اللي صحي هو اللي كيساعد كيساعد ماشي كيدير كي هو كيحرق الدهون هو كيساعد على حرق الدهون الحليب لا الحليب كامل الدسم نعم. دابا الام ديالي انا الله يرحمها ويوسع عليها ديك القبور الله يرحمها في هذا النهار ديال اليوم هذا العصير جبدها كانت الى جانا الوجع حنا وليداتها صغار كتشد الحليب كاس الحليب كديرو كتعصر فيه حامضه والله بنيتي لما كنشربوه للوجع كيطير حق الله ديروها على حسابك فكره مزيانه كاس الحليب كتعصر فيه حامضه وداك الحليب كيروب كيولي بحال الري حسنيت كنعرف انه الحليب كيولي بحال الري الحمد لله الوالده ديالي ما يسخلينا حق الله العظيم باش اش كتشوفي الناس في ريستوران الحوت اغلبيه كيديروا الحامض وفي الوصفات واحد اخرى عاوتاني كيديروا قطرات ديال الحامض انا مؤمنه ديال الحامض صافي زمان عندك الحامض كامل ونديروا شبردي بما بغينا نقدموا واخا ان شاء الله حنا شحال هذيك ما كانش هاد العصائر ديال الاولاد ودابا ولا غير كان غير هذا الحليب مع كان حليب واللوز مع الحليب واللوز ولا مع الحليب مع الحامض الحليب لافوكا هادو اللي كانوا قدام كانوا قدام بعد ولا فوت هاد ها هو العصير يلاه الحاجه واحد العصير ديال من ما يتصفى ليا خاصه العصير ديالي نقدمو زوين صافي واخا الحاجه وخلاص اولا ندوقو قبل ما يصفي بغيت شويه خاصنا نمسح هادشي نجوع عاد نبدا واخا ماما صافي دابا انا غادي نصور العصير ديالي دابا الحاجه صوبات ديالها دارتي برد نصور لها هذا انت قلتي المسكه الحره والزهر ياك واللوز المسكه الحره وشويه الزهر واللوز كميه اللوز اختياريه هو اختياريه على حسب الحليب انا غادي ندير 50 100 حتى 150 اللي هما الاختيار صافي على حسب دابا غادي ندير الحليب العقده ديالي بعدا هي وجدتها شتيها هي العقده ديالنا وجدات لا السكر لا والو ياك لا بالسكر درت لها شويه السكر حيت كتطحن هي مع السكر شحال كتحنا على السكر اللي كان بحال اللي كندير فيه كرغزال شحال درتي ديال السكر شويه واحد معلقه جوج معلقه صغيره واخا هو اصلا راه حلو ما يحتاجش كاع يديروا السكر ماشي مهم انا غير بغيت باش يجيني ليا اللي جات مع مقاد في الطحين واخا قلت لك العصير ما يحتاجش يديروا هذا حيت اللوز حلو حيت اللوز فيه السكر بلا ما نديروا هنا بسم الله حتى لا بغاو يديروا يستعملوا كميه قليله هو هذا الحاصل كيبغي الحليب طبيعي كاين السيدات اللي كيبغيو وصفات صحيه ما تكونش فيها نهائيا شي حاجه مضره بحال السكر مثلا كيعتبروا السكر مضر وما كيبغوش يديروه كيبغوش يديروه في العصائر ديروا العسل العسل ولا ممكن ما يديروش حيت اللوز ديجا حلو ماشي بحال الحامض هو الحامض الا ما كانش الحلاوه ما يتشربش انا غادي ندير اللوز هانتي شتي على حسب اللوز كنديرو كما قلت لك على حسب الحليب غادي ندير انا هانتي شتي غادي دير مثلا قياسي حتى الا طحنتيه ولقيتيه جاري بزاف تقدري عاوتاني تزيدي اللوز تزيدي اللوز هذا هو اللي كنا كان دابا شحال هذه ملي كنا كنطلبوا شي عصير ولا شي حاجه كتقول لك جالسه في شي بلاصه راه كنطلبوا كان اللي معروف هو كاس اللوز هو اللي شي بحال اللي طلبتي شي حاجه كيكون لوز فعلا ولا شي لوز اخر كنلقاو اللي ماشي لوز لا تتكون ناس يكون لوز الصغار كيجي داك الشيء زوين انا عقلت ملي كنت صغيره كان داك الشيء شحال ديال زمان كان باقي ناس نيه ولا شي طريقه لا طلبتي كاس اللوز بحال طلبتي شي حاجه زوينه زمان بزاف فخيره لا يردوا عليا السيدات اليوم كانوا حاضرين في هذا شايفين ما ديك العهد ديك الجيل ديال السبعينات ولا الثمانينات بسم الله انا غادي ندير هذيك الزهر واخا شي الزهر ندير مسكه الحره غادي نحلها
حيت الا درتها ما غاديش تطحن ليا يا ستطق الا ما عندوش هاني كيديرها غير فشي كاس غرق وشي حاجه باش كيدير لها شويه السكر كتطحن ليا صافي هادشي اللي كان السكر قلنا راه كاين في اللوز صافي داكشي اللي كان المهم حتى لا بغاو يدوقوا يزيدوه من بعد يزيدوا اللي بغا حلو بزاف راه سيدير يزيد السكر واخا صافي طحنوا دابا واخا صافي وجد وجد دابا غادي نديرو في القرع في القرعه وغادي نقدم انا والحاجه نوزو به كيكه شتي كي كيولي هذا هو كاس اللوز يعطيك الصحه صافي نقدمو ان شاء الله حنا وديال الحاجه نرجعو ليهم الله عليكم مبارك فيك صافي العصائر وجدوا ما عرفنا دابا اللي من ديال الحاجه من ديال كماما يعني انا وبالحامض عشاق الحامض عشاق اللوز ها هو قرعتها وديالك طالع شي شويه عقلتي عليه بعد انا كاع ما عقلتش عليه الحامض خاص خدات السيده قالت لها كاس قبيله ما تخرج صافي قلت لك راه ناقشوا شحال صوبنا لا ماشي ديالك عطاتها ديالها اللي فيه اللوز باش نكب انا جوا كبي لينا الحاجه تنتي كبي لنا ماما كاس نشوفوه ها هو العصير ديالي انا ها هو شوف ما شاء الله ما شاء الله شوفي كي داير خات على الستينات شوف الحاجه تبارك الله عليك كل الشكر ديالك دابا دابا انا ندير ديال اللوز ياك اها بسم الله عارفه شتي اللوز ديال زمان هذا راه خاطره الحاجه شتي صاروا مقاول وساحي واللوز نقدروا نستغناو على اللوز حيت هما كانوا كيصوبوا بواحد كيضربوا بواحد سميتو باش كيدير الكشكوشه فهمتي بداك اش كيسميو هما ميكسور باش كيطلق من داك الكشكوشه باش ملي كيحطوه لينا كيولي بحال كيكون عطي واحد البودي ملي كناخذ المحلبات كنردي ملي كنصوبوا في الدار ما كتكونش فيه ديك الكشكوشه ملي كنصوبوا في المحلبات كتكون فيه كتكون فيه الكشكوشه في كاس انا فيه لا كتكون كثر من داك الشيء حيت الحامض هو كيدير هكاك لا هو كتكون فيه كثر من هكا هو كيكون فيه كثر صح عندك الحق كانت انا كنت كنلاحظها اييه تبارك الله عليكم سهل كنا في زمان عرفتي من فوقاش الحاجه ملي يلاه حطي لك الكيكه بعدا على ذكر الكيكه ماما سميتو على ذكر الكيكه الحاجه بغيت نقول لك احنا حضرناها في القناه تطلع لهم الصوره الان خلي ان شاء الله رابط في صندوق الوصف ان شاء الله صحتهم وبراحتهم كما كعرفوا حنا كنصوبوا في نهار واحد كنصوبوا بزاف ديال الفيديوهات شي اللي كان كل فيديو كيسبق واحد واللي واللي شاف شي حاجه هنا يعرف بان حنا حطيناها في القناه بالصحه وبالراحه لا داك الصحه كيك الشوكولات غيجي غزال داكشي اللي كان غير حلي هذا الكاس كما كما العاده جربوه ويرضوا علينا الاخبار حامض على حسابي داكشي اللي كان جربوا بطبيعه الحال باي باي صحتكم بسم الله شوفي هنا جوج الكيك شوفي الكيك شوفي شوفي شوف هنا جوج كما قدمنا احنا كما ولا قطعنا ما قطعناش بالمعلقه والله ما عقلت شوفي لا شوف غزال وصلنا لنهاية الحلقة إلى طبقت الوصفة بعتونا بالصور على المواقع اللي غتلقاو راه بديلها في صندوق الوصف كذلك الاشتراك بالنسبة للزواج جدد والضغط على الجرس لتوصلنا بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار وإلى اللقاء